مستحيل صار ممكنا مع أسود الأطلس. منتخب المغرب حقق الانتصار وتأهل إلى دور ربع النهائي. العالم كله البارحة كان المغرب، العالم من المحيط إلى المحيط، الكل احتفل بهذا الإنجاز العظيم. كل البلدان العربية والإفريقية الشقيقة احتفلت البارح. العالم البارحة كان كله المغرب، البارحة العالم كله كان يهتف كلمة واحدة: عاش المغرب. لاحظنا احتفالات، هذا ما ستشاهدونه الآن في هذه المقاطع، من السنغال، من غانا، من نيجيريا، من الجزائر، من ليبيا، من سوريا، من العزيزة فلسطين، من المملكة العربية السعودية، من قطر، من الإمارات، من المغرب. مقاطع صراحة مؤثرة، ستبقى خالدة في الأذهان، ستبقى خالدة في الذاكرة. ولكن من أحسن المقاطع التي أثار انتباهي هو مقطع هذا الشاب داخل ملعب. البارحة كان يزاول مهامه كحارس أمن، ونظرا لوظيفته لا يمكنه التعبير يعني كباقي الجماهير، ولكنه التف إلى اليمين وتابع اللقطة، لقطة تسجيل حكيم للهدف، وبكت ودرفت عينه دمعة. هذا هو حب الوطن، هذه هي الوطنية. أترككم إخواني مع هذه المقاطع، صراحة المقاطع تبقى خالدة في الذاكرة. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسي السماوات والارض وهو العلي العظيم. تقطيع يا حكيمي، وهو العلي العظيم.
Cerrar, chutarrar. Estamos eliminados. Estamos fuera del mundial. Lloro por mi España. Lloro por mi España. No hay derecho. Estamos eliminados. Lloro por mi España. No puede ser. No puede ser. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ahora mismo, España entera llora. Ahora mismo, España entera no se cree lo que acabamos de ver. Hemos tirado tres penaltis. Tres. Y hemos fallado los tres. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Estoy ahora mismo como los jugadores. ¡Muerto Miguelito! يا كل مرة شملة الله أكبر يا سيدي.
Championi, championi. Yeah!